وخلاص وانتهت القصة وانتهت الفتوحات والدنيا كلها خلصت وبقى زي ما انت شايف رجل عمل حاجات كويسة بالنسبة للحاكم بتاعه بالنسبة للدولة مش للدين الدولة الإسلامية وعمل حاجات زي ما انت شايفين فيها قسوة وفيها بتاع لكن هو مؤمن هو مش كافر ما تقدرش تقول عليه كده أبدا لأنه لما جه يموت قال له ربنا قال له الناس بتقول مش هتغفر لي بس أنا أظن أنك هتغفر لي لأن أنا وسعت الدولة الإسلامية ولأن أنا وحدت الدولة الإسلامية ولأن أنا ولأن أنا ولأن أنا شخصية مختلف عليها في ناس هتميل لأنه هو من حق الحاكم أنه يعمل كده ويقتل الناس عشان يسيطر وكده وفي لكن السنين مشيت طويلة جدا بتنصر فكرة الحجاج هي القوة والقوة الغاشمة بغباوة فيش تق تق على طول لكن العالم دلوقتي قال لك لا ده مش هينفع ما ينفعش الطريقة دي ما تنفعش الطريقة دي في الحكم ما تنفعش فنحن أمام رجل رحل ومضى من سنين طويلة جدا جدا لكن بقيت الفكرة أنت تنتصر لأي حاكم الحاكم اللي يبعت قائد عسكري يعرف معنى الحق والعدل ويستمع إلى وصايا الدين الإسلامي في الحروب لا تقطع شجرة لا تقتل شيخا لا تقتل طفلا لا تقتل الحاجات ملوش دعوة بالكلام ده كله خالص ولا يعرفه بدليل إن إحنا ما عندناش حاجة خالص في الدين الإسلامي بتقول إن إحنا بعد ما نقتل الظالم حتى إن إحنا نصلبه وعبد الله بن زهير ما كانش ظالم إنما إذا اعتبروه هم كده إذا اعتبروه هم خارج عن القانون بتاع الدولة ما يصلبوش وده حدث مع ناس كتير ما يحرقش بيوت ما يعني دوت حجاج بن يوسف الثقفي أنت بقى أنا حكيت لك ملخص وأنت عليك أن تراه كما تحب أن تراه بس خلي بالك وأنت بتحكم لازم تحط نفسك مطرح المحكوم هل أنت تحب الحق والعدل والحرية ولا تحب أن أي حاكم يجي في أي وقت يعمل اللي على مزاجه ويسيطر عليك بالقوة لك أن تختار السلام عليكم. Thank you.